كنا توقفنا عند أخذنا المصفوفة الماتريكس تعريف المصفوفة، وبعدين بينا علاقتها بالنظام الخطي وأن أي نظام خطي يمكن أن أستنتج منه مصفوفتين، واحدة كانت المصفوفة الممتدة augmented matrix والcoefficients matrix مصفوفة المعاملات. طبعا الهدف من هذا الموضوع هو أن نستخدم المصفوفات في حل النظام الخطي، لأنه لاحظت يوم كان عندي نظام خطي في ثلاث معادلات في ثلاثة مجاهيل X Y Z، الطريقة العادية للحذف أني أحذف الX وبعدين أحذف الY وأجيب قيمة الزد وأعوض كان فيها شوية يعني صعوبة، لأنها التعامل مع المعادلات والرموز يسبب شوية صعوبة. قلنا أن هذا النظام الخطي يقدر أحوله إلى المصفوفة الممتدة، نفس العملية اللي يجريها على المعادلات أقدر أجريها على المصفوفة وأحصل على نفس الأرقام. ومن هنا تجي قصة أن نستخدم المصفوفة لحل النظام الخطي، لأني أحول النظام الخطي إلى مصفوفة عبارة عن أرقام والتعامل مع الأرقام سهل. بعدين نشوف كيف نرجع مرة ثانية إلى النظام الخطي، بس قبل نبدأ في هذه الطريقة خلنا نأخذ بعض المفاهيم. عندك يقول تعريف definition الماتريكس M في N is said to be، يقال أنها في reduced row echelon form في الصيغة الصفية الدرجية المختزلة إذا حققت if it fulfills the following properties، إذا حققت الصفات التالية والخصائص التالية. reduced طبعا قلنا الصيغة الصفية أو الدرجية echelon المختزلة. متى تكون المصفوفة في الصيغة الصفية المختزلة أو reduced row echelon؟ إذا حققت الخصائص التالية. الخاصية الأولى كل الصفوف or rows consisting entirely of zeros، كل العناصر الصفية العناصر الصفرية يعني المتكونة من أصفار كلها عبارة عن أصفار تقع في أسفل المصفوفة occur at the bottom of the matrix في أسفل المصفوفة، كل الصفوف الصفرية تقع في الأسفل. طبعا احنا بنستعرض الخصائص هذه ويمكن ما تستوعبها بشكل كامل إلى نجيب أمثلة ونشوف على الأمثلة، بس أول شيء خلنا نستعرض هذه الخصائص. اثنين the first non-zero element in any non-zero row equals one، يقول لك أول عنصر غير صفري the first أول عنصر non-zero element عنصر غير صفري في أي صف غير صفري يجب أن يساوي واحد، يعني أجل الصف في أي صف من صفوف هذا المصفوفة أول عنصر فيه يجب أن يساوي واحد، إذا كان الصف مو كله أصفار فأول عدد أو أول عنصر يقابلني يجب أن يساوي واحد. هذا الواحد نسميه له اسم سنسميه the leading one أو الواحد الرائد باللغة العربية، احنا نسميه الواحد الرائد the leading one of the row الواحد الرائد للصف. إذا الخاصية الثانية أن أول عنصر يجيك في الصف غير صفري يساوي واحد. خاصية الثالثة لكل صفين متواليين يعني تحت بعض بالضبط الواحد الرائد the leading one of the lower row يقع على يمين الواحد الرائد في الهايرو، يعني الواحد الرائد في الصف الأسفل يقع على يمين الواحد الرائد في الصف الأعلى، بمعنى الواحد الرائد في الصف الثاني يجب أن يكون على اليمين من الرائد في الصف الأول، الرائد في الصف الثالث يجب أن يكون على اليمين من الرائد في الصف الثاني وهكذا. أربعة طبعا هي يمكن الآن شكلها كذا يطلع يعني كانها صعبة، لكن مع الأمثلة إذا أخذنا الأمثلة ترسخ في ذهنك بسرعة.
يقول لك if the column contains a leading one، إذا كان العنصر يحد العمود الذي يحوي واحد رائد، كل العناصر ما عدا في العمود تساوي صفر. إذا الآن لاحظ أنه يتكلم عن الأعمدة، يقول لك إذا العمود فيه واحد رائد فكل العناصر في هذا العمود ما عدا الواحد الرائد تساوي صفر، يعني كل العناصر اللي فوق الواحد الرائد أو تحته في هذا العمود تساوي صفر. طيب الآن هذه reduced row echelon form. في صيغة ثانية يقول لك the matrix is said to be، المصفوفة يقال أنها في row echelon بدون كلمة reduced، بدون المختزلة، في الصيغة الصفية الدرجية row echelon form if it fulfills the properties 1 to 3. يعني إذا كانت تحقق العناصر من 1 إلى 3 إذن هي في الرو إيشيلون فورم، إذا كانت تحقق من 1 إلى 4 إذن هي في الريديوست رو إيشيلون فورم. هذا الرمز من عندي أنا. طيب نشوف الأمثلة ونطبق على هذا الخصائص. مثلا هذا المصفوفة أول خاصية يقول لك العناصر الصفرية يجب أن تكون تحت، ما في عناصر، ما أسف، الصفوف الصفرية يجب أن تكون في أسفل المصفوفة، هذه ما فيها مصفوفة، ما فيها صفوف صفرية، إذن متحققة الخاصية. الخاصية الثانية يقول لك أول عنصر يواجهك في الصف يجب أن يكون يساوي 1. تمام، نجي للصف الأول هذا 1، أول 1. نجي للصف الثاني نمشي نلقى صفر صفر صفر، أول 1 عنصر غير صفري هذا 1. نجي للصف الثالث نمشي هنا نلقى هذا يساوي 1. إذا تحققت الخاصية الثانية، تحققت الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة يقول لك الواحد الرائد في الصف الأسفل على يمين الواحد الرائد في الصف الأعلى، ما يجي تحته ولا يجي على يساره، يجب أن يكون على يمينه. فهنا لو جينا عندي 3 صفوف، الصف الأول الصف الثاني الصف الثالث، لو جينا الواحد الرائد في الصف الثاني لاحظ أنه يقع على يمين العنصر الرائد في الصف الأول. طبعا ما بشرط أنه يكون في نفس الخانة اللي بعده مباشرة، لأنه ما قلنا في الخانة اللي بعده، نقول على يمينه يعني يجي على يمينه. طيب إذا الواحد الرائد في العنصر الثالث في الصف الثالث ضرب، لاحظ أنه يجي على يمين الواحد الرائد في العنصر في الصف الثاني، إذن ضربه تحققت الخاصية رقم 3. الخاصية رقم 4 يقول لك إذا كان عندك عمود يحوي الواحد الرائد فكل العناصر فيه تساوي أصفار. هذا الواحد الرائد في الصف الأول، هذا الواحد الرائد في الصف الثاني، هذا الواحد الرائد في الصف الثالث، هذا العمود الذي يحوي الرائد الأول، هذا العمود الذي يحوي الرائد الثاني، هذا العمود الذي يحوي الرائد الثالث. إذن أنا ما طالع إلا في هذه الأعمدة، إذا كان بقية العناصر أصفار خلاص، هذا واحد واللي تحته كلها أصفار تمام، هذا واحد واللي فوقه واللي تحته أصفار تمام، هذا واحد واللي فوقه كلها أصفار تمام. إذن العمود الذي يحوي الواحد الرائد لا يوجد به إلا الواحد الرائد وبقية العناصر تساوي صفر. كويس. طيب إذا هذه المصفوفة في reduced row echelon form في الصيغة الصفية الدرجية. المصفوفة الثانية برضه عندي واحد رائد هنا وما تحت، وعندي واحد رائد هنا. طبعا أنا ممكن أشيك على الخصائص اللي قلناها قبل شوي، ما بشرط بالترتيب، فأنا مثلا أقول للواحد الرائد أشوف العمود اللي هو فيه كله الباقي أصفار، نعم أصفار، إذا تحققت الخاصية الثانية والرابعة. أو ممكن أخذها بالترتيب، العنصر الصفوف الصفرية هذه آخر في أسفل المصفوفة، أول عنصر في الصف يساوي 1 تحققت، العنصر الرائد في الصف اللي أسفل على يمين العنصر الرائد اللي في الصف اللي أعلى تحققت، العمود الذي يحوي الواحد الرائد
جميع العناصر فيه ما عدا تساوي أصفر تحققت، إذن ضرب هذه في الريديوس رو إيشلون فورم. طيب نجي لهذه، هذه طبعا أول عنصر في الصف الأول يساوي واحد، كويس. بعدين نجي للصف الثاني، أول عنصر يساوي كم؟ اثنين. إذن اختلت الخاصية الثانية، وبالتالي هذه ليست في الصيغة الدرجية الصفية، إذن not in the reduced row echelon form. لماذا؟ since the first non-zero element in the second row is not equal to one. أول عنصر هذا في الصف الثاني لا يساوي واحد، هذا لا يساوي واحد. طيب لو جينا للمصفوفة الأخيرة نجي نشيك برضو، عندي الصف الواحد الرائد هنا كويس، واحد هنا، واحد هنا، واحد، الصف الأخير كله أصفر خلاص ما في رائد. طيب الواحد الرائد في الصف الثاني على يمين الواحد الرائد في الصف الأول، الواحد الرائد في الصف الثالث على يمين الواحد الرائد في الصف اللي فوقه، تمام. لكن قلنا العمود الذي يحوي العنصر الرائد يجب أن يكون كل العناصر ما عدا الرائد أصفر، هذا لا، هنا في ثلاثة ثلاثة ما تساوي أصفر، وهنا برضه هنا فيه اثنين ما يساوي صفر. إذن هذه المصفوفة ليست في الصيغة الدرجية الصفية، لأنه يقول لك doesn't fulfill property 4 اللي هي لازم نكون كل العناصر ما عدا الواحد الرائد في العمود تساوي صفر. لكن مع ذلك احنا قلنا عندنا صيغة ثانية وهي الصيغة الدرجية الصفية، هذيك الصفية الدرجية الصفية المختزلة اللي أربعة شروط، لكن الصفية الدرجية بدون كلمة المختزلة ثلاثة شروط بس اللي واحد اثنين ثلاثة. الشرط الرابع ما هو مطلوب، وهو أن يكون جميع العناصر في الصف لا تساوي أصفار. هنا نلاحظ أن الدي تحقق الثلاثة شروط الأولى، وبالتالي تصبح في الرو إيشيلون فورم. إذن either D is in the row echelon form، ليست في الصيغة الدرجية المختزلة لكنها في الصيغة الدرجية الصفية الدرجية. طيب في ملاحظة، لاحظ معي هنا في الـ D اللي هي على الصيغة الدرجية الصفية، لاحظ طبعا في أي مصفوفة أخرى سواء على الصيغة الدرجية الصفية المختزلة أو في الصيغة الدرجية الصفية، لاحظ كلمة أن نقول أن الواحد الرائد على يمين الواحد الرائد اللي فوقه يستلزم أن هذا لازم يكون صفر، لأنه لو كان يساوي واحد اختل الشرط، أو يساوي اثنين أو سالب واحد أو أي عدد اختل الشرط، فهو لازم يجي صفر. ليش يجي لازم يجي صفر؟ على أساس يصير الواحد الرائد في الصف الثاني على يمين الواحد الرائد في الصف الأول. برضه يجي الواحد الرائد اللي تحته كلها لازم تكون أصفر، ليش؟ لأنه الواحد الرائد في الصف الثالث لازم يجي على يمين الواحد الرائد في الصف الثاني، وهكذا. إذا أنا دائما في الصيغة الصفية الدرجية أو الصفية الدرجية المختزلة ما تحت الواحد الرائد يجب أن يكون أصفار. إيش الفرق بين الثنتين المختزلة والغير مختزلة؟ في المختزلة يكون ما تحته وما فوقه يساوي أصفار، في الصيغة الدرجية الصفية فقط يكون فقط ما تحت الواحد الرائد يساوي أصفار. طيب يقول لك if the matrix is not in the reduced row echelon form، إذا كانت المصفوفة ليست في reduced echelon form ولا في الرو echelon form، لا في الصفية المختزلة ولا في الصفية الدرجية، we can obtain، نستطيع أن نحصل على equivalent matrix. بعد شوي بشرح لكم شو معنى equivalent matrix. يقول نستطيع أن نحصل على مصفوفة مكافئة تكون في الصيغة الصفية المختزلة أو في الصيغة الصفية الدرجية، إما في الريديوست رو إيشلون أو في الرو إيشلون فورم. بمعنى أن أي مصفوفة ليست في الصيغة الصفية الدرجية أو ليست في الصفية الدرجية نستطيع أن نحولها إلى الصيغة الدرجية الصفية أو الصيغة الدرجية الصفية المختزلة، ونحصل على مصفوفة مكافئة بواسطة ماذا؟ by applying the elementary row operations on the matrix، بواسطة تطبيق العمليات الصفية البسيطة.
ما هي العملية الصفية البسيطة اللي أخذناها في المحاضرات السابقة؟ أذكركم بها، وهي ثلاث عمليات فقط، ما يجوز لي أجري غيرها، وهي interchanging between two rows، المبادلة بين الصفين، multiplying a row by scalar number، ضرب عدد، ضرب الصف كامل في عدد حقيقي، ضرب الصف في عدد وجمعه على صف آخر، نضرب الصف في عدد حقيقي سواء سالب أو موجب، كسر أو غير كسر، ونجمعه على صف آخر سواء فوقه أو تحته. هذه الثلاث عمليات فقط.